الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم كاشف الغم، مفرج الهم، مجيب دعوة المضطرين إذا دعوك، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، فارحمني في حاجتي هذه بقضائها ونجاحها رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه في. اللهم يا قاضي الحاجات ويا دافع البليات، اقض حوائجنا كلها يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا وخلصنا ونجنا من الوباء والبلاء ومن سيء الأمراض والأسقام. بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر من وجعي هذا. اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله أرقيك، الله يشفيك من كل شيء يؤذيك. بسم الله أرقيك، الله يشفيك من كل داء فيك. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، اللهم عافنا في كل أعضائنا وجوارحنا ولطائفنا وحواسنا الظاهرة والباطنة. لا إله إلا أنت.